بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 59. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. فقد ذكر الشيخ رحمه الله قاعدة جليلة في بيان الضابط الذي يعرف به ما يجوز على الله وما لا يجوز في باب الأسماء والصفات، لأن الاعتماد في النفي على مجرد نفي التشبيه وفي الإثبات على مجرد الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد، لأنه ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر مميز، فليس المراد النفي مطلق التشبيه، وإنما المراد النفي التشبيه من كل وجه. يريد الشيخ رحمه الله ما سبق بيانه من أن اشتراك صفات الخالق وصفات المخلوقين في اللفظ والمعنى العام لا يقتضي تشابههما في الحقيقة والكيفية، ثم ذكر رحمه الله غلط الفرق الضالة في هذا الباب، وأن ذلك بسبب ما اعتمدوه من قواعد وضعوها من عند أنفسهم، وحكموا على من خالفها بأنه مشبه ضال. فالمعتزلة جعلوا أخص وصف الإله القدم، فمن أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه، فمن قال إن لله علما قديما أو قدرة قديمة كان عندهم مشبها ممثلا، لأن من أثبت لله صفة قديمة فقد أثبت له مثلا قديما بزعمهم. ومثبتة الصفات لا يوافقونهم على هذا، بل يقولون أخص وصفه ما لا يتصف به غيره، مثل كونه رب العالمين، وأنه بكل شيء عليم، وأنه على كل شيء قدير، وأنه إله واحد ونحو ذلك، والصفة لا توصف بشيء من ذلك. ومن القواعد التي مشى عليها المعتزلة في نفيهم للصفات ما ذكره الشيخ رحمه الله عنهم، أنهم يقولون إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز والأجسام متماثلة، فلو قامت به الصفات للزم أن يكون مماثلا لسائر الأجسام، وهذا هو التشبيه. ثم بين الشيخ أن المثبتين للصفات يجيبون عن هذا تارة بمنع المقدمة الأولى، فيقولون إثبات الصفات لا يقتضي التجسيم، وتارة يجيبون بمنع المقدمة الثانية، يعني أن إثبات الصفات وإن اقتضى التجسيم فالأجسام غير متماثلة، وتارة يجيبون بمنع كل من المقدمتين، يعني فليس إثبات الصفات يقتضي التجسيم وليست الأجسام متماثلة. قال الشيخ: والمقصود هنا أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما بناء على تماثل الأجسام، والمثبتون ينازعونهم في اعتقادهم. ثم بيّن الشيخ رحمه الله الضابط الصحيح في نفي ما ينفى عن الله، وأنه نفي النقص والعيب عنه تعالى. فقال رحمه الله: وإنما المقصود هنا أن مجرد الاعتماد في نفي ما ينفى على مجرد نفي التشبيه لا يفيد، إذ ما من شيئين إلا يشتبهان من وجه ويفترقان من وجه، بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب ونحو ذلك مما هو سبحانه مقدس عنه، فإن هذه طريقة صحيحة. وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونفى مماثلة غيره له فيها، فإن هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له، وهذا حقيقة التوحيد، وهو أن لا يشركه شيء فيما هو من خصائصه. وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا يماثله فيه أحد، ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصف به نفسه من الصفات ونفي مماثلته بشيء من المخلوقات. ثم أورد الشيخ رحمه الله اعتراضا على هذا الضابط فقال: فإن قيل إن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه، ووجب له ما يجب له، وامتنع عليه ما امتنع عليه، ثم أجاب عنه بقوله: قيل هب أن الأمر كذلك،
ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه ولا نفي ما يستحقه لم يكن ممتنعا، كما إذا قيل إنه موجود حي عليم سميع بصير، وقد سمى بعض المخلوقات حيا سميعا بصيرا، فإذا قيل يلزم أنه يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه موجودا حيا عليما سميعا بصيرا، قيل لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا على الرب تعالى، فإن ذلك لا يقتضي حدوثا ولا إمكانا ولا نقصا ولا شيئا مما ينافي صفات الربوبية، وذلك أن القدر المشترك هو مسمى الوجود أو الموجود أو الحياة أو الحي أو العليم أو العلم، والقدر المشترك مطلق كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر، فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص بالممكن المحدث ولا فيما يختص بالواجب القديم، فإنما يختص به أحدهما يمتنع اشتراكهما فيه. فإذا كان القدر المشترك الذي اشترك فيه صفة كمال كالوجود والحياة والعلم والقدرة، ولم يكن في ذلك شيء مما يدل على خصائص المخلوقين كما لا يدل على شيء من خصائص الخالق، لم يكن في إثبات ذلك محذور أصلا، بل إثبات هذا من لوازم الوجود، فكل موجودين لا بد بينهما من مثل هذا، ومن نفى هذا لزمه تعطيل وجود كل موجود. ولهذا لما اطلع الأئمة على أن هذا حقيقة قول الجهمية سموهم معطلة، وكان جهم ينكر أن يسمى الله شيئا، إلى أن قال رحمه الله: وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات، وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام، وقد بسط هذا في مواضع كثيرة وبين فيها أن القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج إلا معينا مقيدا، وأن معنى اشتراك الموجودات في أمر من الأمور هو تشابهها في ذلك الوجه، وأن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا، لأن الموجودات في الخارج لا يشارك أحدها الآخر في شيء موجود فيه، بل كل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله. أقول وبهذا القدر نختم حلقتنا هذه راجين من الله تعالى التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.